الحالة الصحية اللي كنا تابعناها ديال يوسف جواد. هذه عملية هجومية كرة هدف، هذا أول منتخب وطني المغرب عن طريق بوريت. بوريت اللي كيتمكن من وضع الكرة في المرمى، كيعلن على افتتاح التسجيل، كيعلن على نهاية العقمة. البحث اللي كيرجع من جانب المنتخب أمن أنغولي كيسجلوا هدف ديال التعادل، كيسجلوا هدف ديال التعادل. هذه هفوة في الدفاع منتخب الأنغولي، فهو ما بقاش كيركز في الدفاع. هدف المنتخب الوطني المغربي، هدف عن طريق إدريس الرئيس فني بمترابطات جيدة. الأنغوليين كرة مسددة، هدف ثالث المنتخب الوطني المغربي عن طريق المسرير الرائع. مسرير ينشر السرور، ينشر السرور في المدرجات في كل الأرجاء لكل المتابعين. المنتخب الأنغولي إلا ارتكب خطأ داخل الهجوم. الشعراوي رجع للخلف، كيتقدم الشعراوي يحاول يصوب والهدف لا يضيع الهدف. شوف طريقه كيفاش ضاع، ونشوفوا اهداف اخرى اكيد. فانا تكلمت على المجهود البدني. شوف معنا المحاوله كتسقط بالقائم والهدف، هدف رابع المنتخب الوطني المغربي. انس العيان كيقربنا اكثر للتتويج بهذا الكاس. خدا نفس ديالو امام حارس مرمى دومينغوس. بلال يتقدم، بلال البقالي يضع الكره في المرمى. شفنا تضربة جزاء في المقابلة السابقة، فهو دائما في القائم والكرة كتنزل. بلال البقالي كينطلق، بلال على مرتد هجومي امام جواو اسماعيل. مازال رائعة. رانا مكويين، رانا مكويين، يا رانا مشويين، رانا مشويين، يا ام اختي، يا ام اختي. السلام عليكم الاخوه الاخوات، مرحبا بكم معنا في الفيديو الجديد. كيف العاده نتمنوا تكونوا كاملين بخير وفي افضل حال ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيف العاده تحيه كبيره للناس العزاز اللي كيبداو لنا الفيديو باللايك. حاولوا الاخوان انكم توصلوا الفيديو لاكبر عدد ديال اللايكات باش الفيديو كيتقصرح ويوصل لكاع المغاربه. كنتي جديد معنا شنو كتساير، مرحبا بك، اشترك في القناه، فعل الجرس باش توصل بالجديد ديالنا، ونبداو على بركه الله. شو زو دتر ريوني سي شي موا دون لو رويوم. اون سو سون توت سويت ا لا ميزون، جو مي سون توت سويت شي موا. سي لو فوتبول كي دومين، كي ريسبير، كي فيبر اي كي في دون سو باي. C'est ça que j'aime, donc je suis vraiment très heureux d'être là. Ben, le Maroc s'est établi comme un pays, un vrai pays de football, une puissance mondiale du football, pas seulement au niveau du terrain et des résultats sportifs, avec évidemment la qualification historique pour la demi-finale à la Coupe du Monde au Qatar, mais aussi en tant que pays hôte de plusieurs grands événements. Aujourd'hui, je suis là aussi, il ne faut pas l'oublier, pour... Cette Coupe d'Afrique de futsal, une compétition qui va qualifier les meilleures équipes aussi pour la Coupe du Monde de futsal, une compétition importante. Et là aussi, le Maroc joue un rôle important en tant que pays hôte dans une organisation qui est exceptionnelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, aussi avec 2030, en vue, évidemment, on sait ce que le Maroc sait faire, ce que le Maroc peut faire. On est fiers de pouvoir faire partie de cette grande équipe ici au Maroc pour participer à ces défis futurs qui vont changer vraiment l'image du football dans le monde grâce au Maroc. إخوان، من بعد هذا الفيديو اللي شفتو غادي تلقاو تمشيو لابواق العسكر، الصحافه ديال الصرف الصحي اعزكم الله، ديال كارغوليا العظمى، غادي تلقاو كاع القنوات الاخباريه عنوان كاتبين بعنوان كبير عاجل: القجع يستقبل رئيس الفيفا في المغرب حتى موت سي بي، انها مؤامره مكتمله الاركان. ها علاش قلنا لكم ان راه كان شي حاجه كتطبخ في الخفاء؟ ها علاش سردوا لنا الناس ديال بركان وعطاونا احسن درس؟ انا مأكد الاخوان غادي يكون سعار كبير مرتقب عند النظام الكرغولي الفاشل من الفوق، وتفرقعوا بسمكم وبحسدكم وبغيرتكم. كونوا هانيين، حنا مازالين مستمرين غير مكسيرين، ها، وماشي في الارض، في السماء، وانتوما حنا مأكدين انكم غادي تبخروا بالفقصة. الله يبرد عليكم، اللهم اجعل كيدكم في نحوركم. اجيو الاخوان تشوفوا المنافقين اللي كيقول لك حنا ما حنا
رحنا ضد الدولة، ضد النظام، ضد المخزن. حنا ماناش ضد المغاربة، الشعب كيبغي الشعب، حنا نحبهم. النفاق ما تسيقش في ذاك الهضرة دي الجوج دريال. النفاق ما عندنا ما نديرو به. انتو ما غتشوفو شحال كيبغيونا هاد الناس، هذا الشعب. ما تقوليش واحد ولا جوج ما كيمثلوش. كل مرة بقاو كنحسبو حنا واحد جوج عشرة الناس، شحال من عشرات ديال عباد الله قالوا دازوا ما قالوا وما خلاو ما قالوا. ولكن ما نخافش عليكم، المغاربة راه متوقدو دابا، كل شيء بان. شوفوا المحبة ديال الشعب، الشعب المغربي، الشعب الكرغولي. هذا جمع حبوت بن جا من التالي، قال لك سيدي الصحراء الغربية تاعنا. اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 ليكيب تاع تاع المروك مع اليوسما باش يدخلوا ليكيب تاع المروك بتريكو تاع المروك وتاع الصحراء الغربية. هذه لا يجوز، هذه عم يديروا في السياسة، عم يجيو يلهبوا في الحالة. سبوري بعد سبور خو، ما كاش تريكو تاع الصحراء الغربية تاعنا ديجا، ماشي تاعهم، ما يقيدوها الناس. حنايا نموتوا على جلالة الصحراء الغربية غير ما كان لها، ماشي غير الرئيس اللي يتحمل المسؤولية، كاع يتحملوا المسؤولية. هذه هي، حنا يدخلوا بتريكو تاع الصحراء الغربية ينحوهم تريكو في الطريق، بريطانيا يدخلوا بالمروك ولا كيما يحبوا، بصح ما يدخلوش تريكو تاع الصحراء الغربية، ما يسيس البالون. حنا ثاني ندخلوا تاع فلسطين، ندخلوا منا، حنا يمنعونا، وهما معناتها كاين كومبليسيتي، ما كاش. أنا هذه العقلية تاعي. وتحيا الجزائر والمسجد والخلود لشهداء الابرار والله اكبر ولله الحمد. ما عندهم الحق السلطات الجزائريه، فيف السلطات الجزائريه. وفيف عبد المجيد تبون، احتراماتنا اليه كمجاهد، وراهو يزكي في التوره تاع الجزائر ويحيي الشهداء. احتراماتنا الى سيدي الرئيس، هذه التحيه نعطيها. صحه عليك ابو صبع الزرق، بالسيف عليك تقول داك الهضره، ولكن عور صيا فاش قلتي المجاهد. سي عبد المجيد تيتر. اوكي اوكي شوف، بزاف ديال النقط على الله يا ربي. جوج اساسيين الى عقلت عليهم شنو قال. قال حنا نموتوا على الصحراء الغربيه وتاعنا. قال لك راه ماشي غير الدوله والنظام اللي راه يعني كيتقاتل وكيتقاتل زعما باش يحرر الشعب الصحراوي. قال لك حتى حنا نموتوا على جالها. شنو كتفهموا هنا اخوتي المغاربه الاحرار؟ شنو كتفهموا؟ هذه هي المحبه، هذه هي خاوه خاوه. كينافقونا بداك لا الشعوب، حنا ماناش ضد المغاربه، ماناش ضد المغاربه، ما تضرهمش في بلادهم، ما تضرنيش، ما تادينيش في بلادي، ما تنويليش انك تقسم لي بلادي وتضرني في ارضي. لا ما نحتاجوا الاخوان نضيعوا الحجره، راه النفاق راه باين. وبرافو عليك ابو صبع، قلتي تحيه للسي عبد المجيد تيط اول حاجه، وتحيه للسلطات الجزائريه حيتاش معيشينكم تحت الصباط كي الكلاب اعزكم الله. وصحه عليك قلتيها ما قلتيهاش بالسيف عليك، وما عندكش الحريه في الاختيار، ما كاينش الا ما قلتيهاش، خصنا نقولوا خصك تقولها بالسيف عليك. واما يغبروا لك الشقف. امي راكم عايشين في نظام ديكتاتوري، كوريا الشماليه فيرسيون 2. جمعنا وطوينا بصبع، تقبلها ولا ما تقبلاش طرطق. انتم الاخوان، ها المحبه ديال الشعوب. احنا نحبوا الشعب المغربي المغربي. هذه استفزازات صهيونيه، وما تخدمش ما تخدمش لا الشعب المغربي ولا الشعب الجزائري. انما فيما يخص فريق بركان، مرحبا به في الجزائر، في بلاده، والميركي كان ربحوا بصحتهم، ربحت الاتحاد العاصمه بصحتهم. ما تخلطونا السياسه في الرياضه. يا فوزي لا قجع، ان الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. الشعب الجزائري والشعب المغربي شعب واحد. خلينا من الاستفزازات هذو، الحكايات هذو. راك تضيع كيما نقولوا، تخسر في الفيدرال الافريقيه، ما راكش تقدم في الرياضه في افريقيا. خلينا بالبلبله هذه، خلي الرياضه رياضه والسياسه سياسه. انت كرياضي اخدم الرياضه، والسياسه خليها للاهل تاعها. احنا الجزائر اي فريق يجي يلعب في بلادنا نستقبلوه بالورود، هذه من العادات ومن التقاليد تاعنا، وخاصه المغربي المغاربه اقرب لينا من الشعوب، بعض الشعوب واحده اخرى. سير داك الهضره، كولا 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 يا المنافق يا ابو صبع الزرق. جينا دوخني بجوج كلمات، شوف كلام حلو ومدرق فيه من تحت الحسد والسم ديالهم الاخوان. اين فتنه منوضها القجع ابو صبع؟ شكون اللي دار هذه الخدمه الجبانه من طرف السلطات الجزائريه ديالكم؟ شكون اللي مقروص ومحسوس؟ تبغيونا شنو دابا؟ هذا باش ما عرفتش النفاق والله الا قليل في حقكم. تبغيني وتبغي تقسم لي بلادي وتضرني في بلادي؟ خلينا من النفاق ديالكم. سير الله يشافيكم، سير الله يعفو عليكم. مرضتوا بالمغرب، والمغرب غيبقى عقده ابديه ديالكم هنا. بقاو تابعينا، يزيد يضربكم الخلام اكثر ما ضربكم دابا. انتم الاخوان، ونهضه بركان المغربي على طول الزمان وعلى طول العام
يشارك بالمايو ديالو عادي في وسط المايو ديالو درابو ديال المغرب وحنا كاملين عارفين. اما وقعت القرعه مع نادي جزائري وتبدل القميص ديالهم في وسط انهم يوضعوه هنا كاملين علم ديال المغرب وضعوا الخريطه تضم الخريطه ديال المغرب ديالنا مع الخريطه ديال الصحراء الغربيه وكيقول لهم هو الخريطه ديال المغرب هذه. حنا ما عارفينش التاريخ حنا ما عارفينش. وانا مغربي حر الصراحه وانا مغربي حر ما بغيتش فتنه اوكي. وهادو جزائريين من حقهم انهم ما دخلوش السياسه مع الكره اوكي. وهذا نادي جزائري وانا معاه وهذا ودادي وانا مع هذا النادي الجزائري اتحاد العاصمه الجزائري اوكي. ومن بعد حق في كل شيء واحشوم عليكم وبركات. هما حاملين اللقب ما خصكمش انكم تدوزوا النهائي بلا ما كولاسه وكل شيء. واحشوم على القجع والقجع وكل شيء يا مقجعهم القجع الاخوان والله ليلى مرضهم في حياتهم قدم في حياتهم لا حول ولا قوه الا بالله. حالتهم صعيبه الاخوان. هذا نجيكم مثالي كاين اللي غيتصدم راكم عارفينه الاغلبيه عارفينه. هذا راه جزائري داير فيها مغربي كيبردع المتابعين ديالو اللي كيتفرجوا فيه زعما هو راه كيهضر في الحق المعقول. المغاربه شنو كديروا زعما هو عاطي الحق لمن الكرغوليا العظمى. سير الله يعفو عليك ابو صبع سير امي دوزو فيديو اخر وبارك الله فيك. خلينا نسمعوا او نشاهدوا ما كتبه هذا الزميل المغربي. علاش قلنا الشعب المغربي ماهوش كله موافق على هذا الامر. هذا حميد المهداوي مغربي دار ان تويت او سجل هذا البوست اليوم تويت. وقال تويت سؤال بسيط لماذا لا يلعب المنتخب المغربي بالخريطه كامله في كاس افريقيا وكاس العالم؟ قال لك منتخب المغرب لعب كاس افريقيا مؤخرا ولعب كاس العالم. قال لك بما انه هذه الخريطه موجودة وهذه الخريطة الوهمية على حسابهم كاينة أليس المنتخب المغربي أولى بالخريطة أمام أنظار العالم؟ قال لك تهريجكم أرجع المغرب أضحوك أمام العالم. قال مريت مضحكة أمام العالم. هذه مشي جزائري قالها هذه قالها زميل مغربي هو اللي قال وليت أضحوك. استحوا من فضلك. ما كنلقاش شنو نقول. اسمح لنا بعد أول حاجة هذاك ماشي مننا ماشي مننا حتى نفترضوا. شوف اول حاجه كيديروا كونطات مزورين كونطات مفبركه ماشي ديال داك الشخصيات الحقيقيه وكيدوها نتوما كتلقاو جزائريين كيديروا كونطات على اساس انهم مغاربه باش كيبغيو ما عارفش عايشين في واحد الوهم راه دماغ كيحبس الاخوان. وابارات شي كامل هاد السي المهداوي راه كاين اللي غادي يفكر بحالي كاين اللي كيقول راه مدرق وكيقول بلي هذاك فو كونط وهو راه كيبين داك الشيء اللي في قلبه. راه انا شكون اللي قال لك هذا واحد مننا؟ اعداء الوطن موجودين واخا راهم قلالين محسوبين على رؤوس الاصابع ما غيحركوا حتى شعره كيبقاو خوانه واعداء الوطن حتى هما كيتصنفوا. حيتاش كيف ما دوزت التغريده ديالو بي بي سي وكيف ما هادو خصو يخرج يهضر وماشي غير يهضر فهمتوا غير كلام يبغي زعما يبرر للمغاربه لا يعني هادشي ما محقهمش غادي نديكلاري غادي نرفع دعوه قضائيه هادي كينتحلوا الشخصيه ديالي. زيد كمل بينا ولا انت راضي على داك الشيء؟ اذا انا غنقدروا نقولوا انك انت فعلا انت وغنصنفك من اعداء الوطن واما سيدي هادو غادي يكون عاوتاني اعداء الوطن منتحلين الشخصيه ديالك. في جميع الاحوال خصك تتحرك. وهذا الموقف ديال هاد الكراغيل هاد الاعلام الكرغولي اللي زعما جاتهم على القلب بردت عليهم داك التغريده الاخوان. هذا واحد منكم كيقول لكم راكم اضحوكه العالم الله يهديكم. سيروا سيروا الله يشافيكم راكم عايشين في الوهم ومرضتوا والله الا مرض وحالتكم صعيبه. راجعوا شويه نفسكم راه غادي تشيروا غيفرط لكم الفرخ والله يدير توي ديال الخير. عيشوا حياتكم بركه ما تبقاو عايشين حياتنا راه ضربكم الخلا وغيزيد يضربكم الخلا. توقدوا قبل ما يفوت الفوت. ختموا الحلقه ديالنا الاخوان بواحد المصري جبد الودينات للكريغلات بيقول لك في نقطة حلوة أوي أنا لسه سامعها من الإعلام الجزائري. بيقول لك إن فكرة إن فريق يلعب بقميص في خريطة ده أصلا مخالف لقوانين الاتحاد الأفريقي. قوانين يا عينيا قوانين يا حلاوة ده أنت أصلا مش عارف تفرق ما بين أجهزة التجسس والفار. أنت عبيط يالا أنت عامل فضيحة أصلا في دور ربع النهائي. أنت الدولة الوحيدة اللي ما عرفتش تدخل الفار علشان ما كانوش عارفين إيه ده أصلا. هل كان قانوني ان الفريق يلعب ضد اتحاد العاصمه؟ ده ما كانش قانوني. انت جاي تتكلم على تشوهته قدام العالم الفار. والله لو لات نكته الجزائر بني شافوا الفار قال لك لا داك جهاز تجسس ما تاقوش بحال باش كنقول لكم عايشين في العاد الحجري غير كتشوفوا البريكه هذه قنبوله ولا ما عرفت شنو هذه ولا ما تثيقوش حتى نتوما مولفين كتشعلوا العافيه غير بالحجر البريكه قانوني. الفار امي والله ما عقليه قسما بالله العظيمه.
يا لطيف اسمحوا لنا الكريغلاس تقلقوش ده ما كانش قانوني. انت جاي تتكلم على قوانين يلا انت بتهزر انت بتهزر. لا ومعلش انا عايز افهم حاجه يعني لو انت مثلا ربنا نفخ في صورتك وعرفت ان انت تخلي مسؤولين نهضه بركان يلعبوا غصب عنهم ويشيلوا خريطه المغرب من التيشيرت، هل ده انتصار؟ هل ده هيفيد حاجه للقضيه الهبله بتاعتك؟ هل ده هيفيد اي حاجه في الحاجه اللي انت عايز تثبتها ولا اي حاجه؟ فهي دي المشكله بتاعتك ان انت بتلعب في مكان سيء وبتلعب في مكان بيثبت حاله الهطل وحاله الهبل. كل اللي انت بتعمله ده حاله هبل ملوش اي علاقه بالواقع. لو لعيبه نهضه بركان لعب من غير القميص هل ده هيكون مكسب لقضيتك؟ ما انت عملت ماتش عبيط وجبت فريق وقلت منتخب الصحراء الغربيه هيلعب منتخب الجزائر، حد اهتم بيك ولا حد اهتم بيك؟ يعني انت اصلا كده انت اصلا قد كده، محدش مهتم بيك ومحدش شايفك ومحدش عاطلك اهميه غير المغاربه، عشان كده اكتر ناس تعبانين معاكم المغاربه لان هم الوحيدين اللي بياخدوكم على محمل الجديه. يمكن لو المغاربه عاملوكم معامله سخريه وعاملوكم معامله كوميديه ممكن يرتاحوا شويه. هادشي اللي دايرين اخويا المصري يا اخي العزيز والله لا هادشي اللي دايرين. شكون قالك حنا واخدينهم بجديه؟ حنا غير مرفهين والله ما عدا خالقينها بالله، عارفين مساكن مفوجين علينا وربي خلقهم وحطهم معانا فهاد مجاورين معانا بحال شي برنامج كوميدي كنتفرجوا فيه وكان من بعيد كنتبعوا المسرحيات ديالهم والخاوي ديالهم. المهم حنا ضاحكين ومفوجين علينا لا يخطيهم وصف تبول عاودوا غلقا راهي لخطاونا راه ما بقى تفوج. لان انت بتتكلم على دوله كبيره عريضه هزها قميص نادي، شوفهم عالم مضحكين قد ايه وفي الاخر بيتكلموا على الدول العربيه. انت مش معصر اي حاجه، انت اخرك مسدس صوت هتعيش وتموت مسدس صوت تافه زي ما انت. في الاخر يقول لك هم الناس جايين علينا ليه؟ عشان شويه جزم تستاهلوش ان حد يحترمكم، تستاهلوا ان حد يدوس عليكم بس، هو ده تمامكم. مبروك مبروك عليكم الكلام بتاع القوانين والاعلام الجزائري بيقول نهضه بركان ومش نهضه بركان ماشي. طب لما تروح ضد نهضه بركان وتلعب في المغرب بقميص نهضه بركان هتكون ده انتصار سياسي برضو؟ ما المشكله انك اهبل واهطل حابب انك تكسب انتصار سياسي مؤقت على حساب كره قدم وعلى حساب رياضه زي كده. الانتصارات بتاعتك ان انا مش بدخل طياره تابعه للمغرب ومش هعمل واسوي، دوله قزم هتعيش وتموت قزم، هتعيش وتموت تافه. ما حد بارك عليكم والله ما نزيدكم شي حاجه، حاس بكم فضل الحضاركم تمرمتوا خوتي لازاز الفيديو ديالنا هنا تسرنت من تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه فضلا وليس امرا كتسروا معكم داك لايك باش الفيديو الاخوان يتقترح ويشوفوه كاع المغاربه. كنت جديد معنا مرحبا بك، اشترك في القناه فعل الجرس باش توصل بالجديد ديالنا ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. تهلاو.